الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تركيب المقاطع المضحكة على بعض المشاهير؟ الحمد لله رب العالمين، ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل اختصنا بهذا الدين العظيم وهذه الشريعة الكاملة، وأن الله عز وجل لم يترك لنا شاذة ولا فاذة فيما يتعلق بأمر ديننا ودنيانا إلا وشرع لنا فيها آدابا عظيمة. ومن جملة هذه الآداب مقتضيات الأخوة الإيمانية الإسلامية الدينية فيما بين المسلمين بعضهم البعض، فالله عز وجل جعل المسلمين إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة. وحرم علينا بسبب بقاء هذه الأخوة الدينية الإيمانية كثيرا من الأمور والتصرفات التي لا ينبغي صدورها من المسلم على أخيه المسلم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلو تدبرت وتأملت هذه الآيات لوجدت فيها جوابا على سؤالك أيها السائل، وهي أن نشر مثل هذه المقاطع التي توجب أن نضحك على إخواننا المؤمنين وأن نتندر بهم وأن نتغامز عليهم وأن نجعلهم سببا لضحكنا وسخريتنا واستهزائنا، أنها من الأمور المحرمة التي لا ينبغي شرعا نشرها. وينبغي للإنسان أن يحترم إخوانه المؤمنين وأن لا يكون سببا في ازدرائهم ولا في سخرية الناس بهم، لا سيما إذا كان من نقل عنه هذا المقطع لا يدري عن حقيقة من صوره ولا يدري عن حقيقة هذا المقطع، وإنما اغتيل بهذا التصوير اغتيالا غير مأذون فيه. فلا ينبغي مثل ذلك أيها الإخوان، والواجب علينا أن نحترم إخواننا المسلمين وأن نعظم جنابهم وأن نقدرهم وأن نعلي منزلتهم وألا نجعلهم مسبة ولا عرضة للتندر ولا عرضة للضحك ولا عرضة للسخرية والاستهزاء. ويحرم ذلك أيضا ويشتد حرمته إذا كان سبب السخرية والاستهزاء لعيب خلقي في مثل هؤلاء، أن ننقل عنهم بعض المقاطع ونضحك على طريقة كلامهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، ونضحك على طريقة على كيفية خلقهم في وجوههم أو أطرافهم أو في مشيتهم أو على ذكائهم وغبائهم، فهذا أمر خلقهم الله عز وجل عليه، فلا ينبغي أن نتندر به، فإن السخرية من الصنع سخرية من الصانع والخالق عز وجل. وعلى كل حال، فلا ينبغي للمسلمين أن ينشروا مثل هذه المقاطع ولا أن يرضوا بها، وعليهم أن يحذفوها من جوالاتهم احتراما لحق الإسلام وتعظيما لجناب إخوة الدين والإيمان وقياما بواجب النصح والشفقة على إخوانك المسلمين. فلا تضحك على إخوانك بشيء من الأمور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حرم علينا أن نضحك إذا سمعنا ضرطة أحد من الجالسين، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الضرطة، يعظهم حتى لا يكون الضحك على من فعل شيئا من ذلك سببا لانكسار نفسه وسببا لخجله ممن يجلس معه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه. فكل ذلك من باب مراعاة أخوة الدين والإيمان. ننشر هذه المقاطع التي تجعل الناس يضحكون وينبسطون على ما يفعله إخواننا المسلمين، فنجعل إخواننا سببا للسخرية وسببا فنكون نحن سببا للسخرية بهم وسببا للاستهزاء بهم، فهذا أمر أقطع بتحريمه حماية لجناب الدين وتعظيما لجناب أخوة الإيمان والشريعة، والله أعلم.